لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الحلقة العاشرة والخاتمة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة. نسأل الله أن يتم علينا وعلى الحبيب جميعا حجهم، آمنين مطمئنين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعد أن ينهي الحاج أعمال يوم النحر، وهي الرمي والذبح والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي كالمتمتع والقارن الذي لم يطف بالصفا والمروة عند قدومه، أو لم يذهب أصلا إلى البيت وذهب مباشرة إلى منى وعرفات، وكذلك المفرد، فيسعون بعد طواف الإفاضة. يعود الحاج إلى منى لينفذ هذه الآية الكريمة: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن جرير رحمه الله: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام محصيات، وهي أيام رمي الجمار. أمر عباده يومئذ بالتكبير أدبار الصلوات، وعند الرمي مع كل حصاة من حصى الجمار يرمي بها جمرة من الجمار. وروى بسنده عن ابن عباس: اذكروا الله في أيام معدودات، قال: أيام التشريق. وفي رواية: هي 3 أيام بعد النحر. وعن عطاء ومجاهد وإبراهيم والحسن وإسماعيل بن أبي خالد وقتادة والسدي وغيرهم مثل ذلك. فتأمل أولا كيف ذكر الله سبحانه في كتابه المبيت بمنى ورمي الجمار بلفظ الذكر، لا بلفظ المبيت ولا بلفظ الرمي. يدلنا ذلك على أنه إنما جعلت هذه الشعائر في ذكر الله بالكيفية التي أمر عز وجل بها وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا من قبل، هذه أوعية الذكر، العبادات الظاهرة كرمي الجمار مع التكبير فيها والمبيت بمنى هي أوعية الذكر، ولا يحصل الذكر إلا بها، كما أن الصلاة وعاء للذكر، أقم الصلاة لذكري، ولا يحصل الذكر إلا بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، أي ليصرفه ويبعده عن إتمام المناسك العظيمة التي بها صلاح قلب الإنسان وقربه وحبه لربه عز وجل. قال: عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه البيهقي والحاكم في المستدرك واللفظ له، وصححه الشيخ الألباني. استحضار هذه المعاني من أعظم ما يحيي القلب في حياة الإنسان كلها، فلا بد أن ترغم الشيطان وتصغره بعد رحلة الحج في حياتك كلها، وتكبر الله في جميع أمورك، وتعلي كلمته
على نفسك وهواك وأهلك وأولادك وأموالك ومجتمعك وبلدك والخلق جميعا والخلق جميعا. وقد ظهر في بعض المتأخرين من ينكر أن رمي الجمار رجم للشيطان ولا وجه له بعد صحة الحديث بذلك، وإن كان الشيطان ليس هو الجمرة بالإجماع، وإنما الشيطان يرجم برمي الجمرة ويذل باتباع الإنسان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال هدي إبراهيم خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأنتم تلحظون أن ترتيب هذا الحديث عن إبراهيم أنه بدأ برمي جمرة العقبة، ولعل هذا هو السبب في البداية بها يوم النحر. ولكن بعد ذلك نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يرمي الجمرة الصغرى أولا التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. وقد شرع الذكر بالتكبير خصوصا مع رمي كل حصى، كما ثبت وذكرناه بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى. وشرع الدعاء الطويل بعد رمي جمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق. روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، وفي رواية التي تلي مسجد منى، أي هو مسجد الخيف الذي صلى فيه 70 نبيا كما في الحديث الحسن. قال كان يرمي الجمرة الدنيا أو التي تلي مسجد منى 7 حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل. طبعا زمان كانت الجمرة دي شيء مرتفع والسهل أمامها، فيتقدم فيسهل. الآن أصبحت كلها سهلة وليس فيها ارتفاع، فليتقدم وإن كان يحتاج إلى توسعة الطريق للحجاج ليرموا الجمار فليبتعد عن طريقهم وليأخذ مثلا ذات اليمين أمامه. قال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، يعني يقف في المكان السهل ليس المرتفع، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يرميها من بطن الوادي كما رماها من جهة الشمال، يعني عايز ترمي من بطن الوادي انت وانت داخل على الجمرة تخش الناحية الشمال ما تخشش الناحية اليمين، حتى تجعل مكة عن يسارك إذا استقبلت الجمرة وجعلت منى عن يمينك، كما ثبت ذلك في جمرة العقبة في يوم النحر. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. الظاهر أنه يعني يحصل ذلك لو قرأت البقرة قراءة سريعة يعني لا تقل عن ساعة بأسرع قراءة يعني. والظاهر أنه عند الجمرتين مجموعهما قدر الساعة، يبقى نصف ساعة هنا ونصف ساعة هنا أو يزيد، ويقف متضرعا منكسرا شاكرا نعمة الله عليه في دينه ودنياه، طالبا حاجته في الدين والدنيا والآخرة. فهي لحظات إحياء القلوب
التي من أجلها شرع رمي الجمار والطواف والسعي، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فاحذر أن تؤديها غافلا عنها بلا قلب ذاكر وعقل واع، أو أن تجهل حكمة الانقياد والطاعة وإرغام العدو. ثم يعود إلى منزله بمنى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى، وهذا ظاهر في وجوب البيتوتة في منى على يعني عن في حق غيرهم إلا من كان ذا عذر مثلهم. روى أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. يعني من جاء عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة هي ليلة العاشر فتم حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. وهذا الحديث بيان للآية الكريمة: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد سمعتم عن كل السلف أنهم يفسرونها بالثلاثة الأيام: 11، 12، 13 من ذي الحجة. التعجل يكون في يومين منها، 11 وثاني عشر، وهي أيام والليالي تابعة لها. أما ما البدعة المحدثة في زماننا والفتاوى الباطلة بجواز الانصراف ليلة 11 بعد منتصف الليل لرمي يوم 12، إنهم عندهم بيحسبهم إن إيه، إن الساعة بتبدأ الساعة 12 التقويم الإنجليزي، يبقى اليوم ال 12 بدأ، كلامهم باطل. هي دي ليلة 12 صحيح، ولكن ربنا قال: واذكروا الله في أيام معدودات. هذا القول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة، بل واتفاق من سبق من أنه لا رمي قبل طلوع الشمس. بل الصواب أن لا رمي للجمار في أيام التشريق قبل الزوال. وهؤلاء لم يبقوا في منى إلا يوما واحدا وهو 11، ولم يدركوا شيئا إذ انصرفوا ليلا، ولم يدركوا شيئا من اليوم 12. عشان يبقى يوم 11 وأكثر من نصف يوم 12، لأنه بيرمي بعد الزوال حتى يكون قد تعجل في يومين. عشان كده الراجح ضعف قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن اليوم 12 يجوز الرمي بعد شروق الشمس. هذا لم يقضي إلا جزءا صغيرا من اليوم، ولم يرد فيه دليل على ذلك. وذهب الإمام مالك وأصحابه وغيرهم إلى أن المبيت بمنى واجب لو بات ليلة واحدة منها أو أكثر من أو جل ليلة، يعني أكثر من نصفها خارج منى، لزمه دم، لأثر ابن عباس السابق الذي قال: من ترك نسكا فعليه دم.
وهذا قد وافق كل الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه. وروى مالك في الموطأ عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. إن احنا قلنا إن آخر حد منا جمرة العقبة، فكان يبعث الناس عشان يقومهم يدخلوهم منا. سبحانك ربي سبحانك، قد صار الناس يطردون من منا ولا يعبأ بإكمال نسكهم. فرضي الله عن الخلفاء الراشدين. روى مالك أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر، يعني السلسلة الذهبية، أن عمر الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منها من وراء العقبة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. ولكن قضية ترك المبيت بعذر دليلها ما ذكرنا. من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في البيتوتة عن منى. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته. رخص، أذن، دليل على وجوب المبيت على غيره. التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلتها عزيمة. إذن والعلة في السقاية لرعاية الحجيج، فكذلك مثلا الجزارون الذين يذبحون ليلا لرعاية أيضا حق الحجيج في ذبح هديهم. وكذلك من كان في مشقة على يعني مثل الرعاة، رعاة الإبل، فالذين يعملون مثلا بالطب لرعاية الحجيج أولى بهذه الرخصة. الله أعلى وأعلم. ولذلك نقول أن من كان له عذر مثلا طرد من منى ولم يترك يجلس في طرقها فلا يلزم بشيء لأنه معذور في ذلك، يحاول أن يبقى فيها ما استطاع جل الليل. فإذا كان ذلك وهو نصف الليل وبعض لحظات، يعني زي ما قلنا بالأمس 4 ساعات و40 دقيقة أو 35 دقيقة بتتفاوت من يوم لآخر، يعني فاحتياطا إذا قضى هذه المدة في منى فقد بات تلك الليلة. إذا أعجزوه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يقال بقضية اتصال الخيام، فإن هذه مسألة يعني ليست لازمة أصلا وجود الخيام، ولذلك ما اصطلح على تسميته من الجديدة هو تغيير خطير للمسميات الشرعية. فهذه جزء من وادي محسر وجزء من مزدلفة، لا يصح أن تسمى منى الجديدة. وكذا من تعذر الوصول عليه لأنه كان منشغلا بالطواف والسعي ثم وجد الطريق مزدحما مسدودا، ما دخل منا إلا قبيل الفجر مثلا، فهذا أيضا معذور والله أعلى وأعلم. فإذا كان عذر الرعاة والسقاة الذين جاز لهم أن يتركوا المبيت بمنا من أجل مصلحة المسلمين، فالعاجز بالكلية أولى بهذا العذر. وأما من كان قادرا فلا بد له من المبيت بمنى. وأما أول وقت الرمي، مسألة بقى الرمي على مدار 24 ساعة، فهذا قول محدث
فقد قال ابن عمر: كنا نتحين الزوال لرمي الجمرة. وفي حديث جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يدل على وجوب الرمي بعد الزوال. وروى البخاري بسنده عن ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني قاعدين مستنيين، وهذا صريح في الوجوب وظاهر جدا. فبهذا تعلم أن قول عطاء وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر الأول قبل الزوال، وقول إسحاق إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث، أجزأه كل ذلك خلاف الصحيح، لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه المعتضد بقوله: لتأخذوا عني مناسككم. فلا تغترن بفتاوى هي مجرد أقوال يقلد فيها البعض لم يذكر دليلا على ذلك. وآخر وقت للرمي ينبغي أن لا يؤخر عن غروب الشمس إلا لعذر، ولكن ما بعد الغروب يصح الرمي فيه، خصوصا مع الازدحام أو أي أعذار أخرى. فالصحيح أن الليل أداء أيضا، وإنما القضاء أن يقضي أيام الرمي في بعضها، إذا فاته الرمي في يوم رماه وجمعه مع اليوم الثاني الذي يليه، أن يرمي اليوم الأول الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يرجع فيرمي الصغرى والوسطى والكبرى على اليوم الثاني. والظاهر أن هذا واسع، فيمكن أن يرمي جمرة العقبة في اليوم الثاني الذي هو 11 إن فاتته في اليوم الأول، ويرمي مع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الدليل على جمع الأيام هو حديث أصحاب السنن والحاكم وابن حبان ومالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وفي لفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ومن بعد الغداء ليومين ثم يرمون يوم النفر. شرحه مالك أنهم يرمون جمرة العقبة ثم يرمون يوم 12 للـ11 ثم 12، فإن شاءوا انصرفوا وإن شاءوا رموا اليوم 13، والله أعلم وأعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى 3 أيام وبات 3 ليال، فمن لم يكن يعني عنده عذر فلا ينبغي أن يترك في هذه السنة العظيمة الأثر في نفس الإنسان، وهي أن يبيت يوما زائدا فيكمل 3 أيام بدلا من أن يتعجل في يومين. ولتتأمل في قوله عز وجل: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لتعلم ضرورة حصول التقوى، وأن لا تغتر بنفسك، وأن تظل القلوب خاشعة تخشى عدم القبول، لا ترى لنفسها فضلا، فإن من تعجل
في يومين قد يجد في نفسه أنه أفضل من غيره، قال الله عز وجل لمن اتقى. فلا بد من الاجتهاد في تحقيق تقوى الله والحساب والإقبال على الطاعة محتسبا عند الله عز وجل مخلصا، يرى فضل الله عز وجل عليه أن وفقه لهذا العمل. أسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، ونسأل الله أن يتم لنا وللحجيج جميعا حجهم. تقبل الله منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.